الحدث ليبيا لحظة بلحظة. موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنا بن جواد الفريق عبد الرازق النظوري بزيارة الكلية العسكرية توكرا، حيث كان في استقباله أمير الكلية العسكرية اللواء مراجع العمامي. وجاءت زيارة الفريق النظوري للوقوف على آخر التطورات عمل اللجنة التحضيرية لإقامة حفل تخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية بالتزامن مع ذكرى انطلاق ثورة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا. وصل إلى مدينة الكفرة العميد بلقاسم لبعج المكلف لاستلام مهامه وبشكل رسمي أمير لمنطقة الكفرة العسكرية، وذلك بعد صدور قرار بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة خلفا للواء مبروك الغزوي الذي تم تكليفه أميرا وحاكما لمدينة سبها. وأوضح العميد لبعج بأن من الأولويات المنطقة العسكرية الكفرة فتح الطرق والشوارع المغلقة وسط المدينة وتأمين الطريق الرابط بالكفرة جالو وتفعيل البوابات الواقعة على طول الطريق. نفى رئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا وأحد أعيان قبيلة العبيد بوحسين العبيدي ما ورد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول لقائه برئيس المجلس الرئاسي المنتهي فايز السراج. وأكد العبيدي على أن صفحته الشخصية تعرضت للاختراق، موضحا أن كل ما ورد فيها هو محض كذب وافتراء هدفه شق الصف وزرع الفتن من قبل جماعة الإخوان المسلمين. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية وبحث خلالها بند مشروع ميزانية الدولة لعام 2018 المقدمة من قبل الحكومة المؤقتة، وعلقت الجلسة إلى الأسبوع القادم. وكان مجلس النواب قد شهد أمس الاثنين في جلسته أداء اليمين القانونية لوزير التعليم ووزير الداخلية ووزير العدل بالحكومة. ناقش رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة مع وزير الداخلية ووزير التعليم الترتيبات النهائية لعملية التسليم والاستلام بين الوزراء الجدد والمكلفين السابقين بتسيير هذه الوزارات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء بمكتب ديوان مجلس الوزراء في منطقة جرنادا الوزيرين الجدد عقب يوم من أدائهم ووزير العدل اليمين القانونية أمام مجلس النواب. ختام الموجز مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام. بإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم محمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث دوت تي في. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.